مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مجتمع واعي. مساء الخير جايين. مساء الخير بسام، ونمسي بالخير على مشاهدينا. تقبل الله طاعتكم وعاد الله عليكم هذه الأيام المباركة، أعوام عديدة وانتم تنعمون بالصحة والعافية. مشاهدينا، الظروف الاستثنائية اللي فرضها انتشار فيروس كورونا حولت الكثير من السلوكيات وغيرت العديد من العادات اللي كانت تشكل جزء أساسي في يومياتنا. بالفعل رقية، من بين الكثير من الأمور اللي تغيرت أو تفعلت أكثر في ظل هذه الظروف الاستثنائية هي استغلال الفضاء الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة، وشفنا النجاحات اللي تحققت في هذا الجانب، إن كان في الدراسة وعدم تأثرها في البحرين، وإن كان في العمل عن بعد، وحتى استمرار الحراك الثقافي واستمرار المعارض الفنية والتجارة الرقمية كذلك. مشاهدينا، بنبتدي معاكم حلقتنا اليوم بأبرز الأخبار، لكن بعد هالفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والمقيمين على أرضها الطيبة بقدوم عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيد على الجميع بوافر الخير والمسرات ودوام الصحة والعافية. كما وجه جلالته بهذه المناسبة السعيدة تهنئة والشكر والتقدير إلى فريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد الذي واصل تحقيق نجاحات متعددة ونتائج مبهرة ساهمت في محاصرة جائحة فيروس كورونا المستجد واحتواء تداعياته. وكذلك أيضا طمأن جلالته رعاه الله المواطنين بأن الوضع الصحي بخير ولله الحمد، وأن هذا الوباء في انحسار مستمر وعدد المتعافين في تزايد بفضل تعاون الجميع وبفضل جهود فريق البحرين اللي تتميز أعماله بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية في التعامل مع هذا الوباء العالمي، واللي تبعث على الكثير من الفخر والارتياح، مؤكدا على تقديم كل الدعم والمساندة للفريق لإنجاح مهامه الوطنية للسيطرة على هذه الجائحة. وشكر جلالة الملك المفدى شعب البحرين الوفي والمقيمين على ما أظهروه من مستويات عالية من الوعي والتعاون والتكاتف واتباعهم الإجراءات الاحترازية، ومؤكدا جلالته أن المملكة قادرة على مواجهة مختلف الأزمات والتحديات وتجاوزها بسواعد أبنائها وكفاءتها وخبراتها الوطنية. وفي خبر آخر، أصدر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد حملة فينا خير توجيهاته الكريمة للجنة توزيع المساعدات لحملة فينا خير بسداد كامل الديون والمبالغ المالية المستحقة على مجموعة من الغارمين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية في القوائم الصادرة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق
فاعل خير. وبهذه المناسبة صرح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بأن هذا التوجيه يأتي لدعم مجموعة من المواطنين البحرينيين الغارمين، وذلك اقتداء واعتزازا بالمبادرات الإنسانية لجلالة الملك المفدى والجهود المبذولة من قبل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر، وتماشيا مع الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد، والتي تلقى تقدير وتجاوب مجتمعي كبير ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. فاعل خير، خدمة تقدمها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية. تهدف هذه الخدمة إلى التكافل الاجتماعي من خلال التبرع للمتعثرين والمعسرين. يمكنكم التبرع من خلال تطبيق وخدمة سداد لاختيار لفئات التبرع، التبرع العام والحالات الفردية. اتبع خطوات الدفع. أدخل المبلغ المطلوب. اختار طريقة الدفع. كن فاعل خير. جزاك الله خير. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي؟ خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة. خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري. يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل عدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. مشاهدينا، جهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين، وتلعب صحافتنا المحلية دور كبير وبارز في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومنصات التواصل الاجتماعي. اليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتب الصحفي عبدالله الأيوبي تحت عنوان أوصدوا أبواب الأضحى أمام كورونا، واللي ذكر فيه أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عيد الأضحى المبارك ليتجنب ارتفاع الحالات كما حدث بعد عيد الفطر. خلونا نتابع أبرز ما ذكر في هذا المقال وراجع لكم. سبق القول ويجب التكرار بأن مسؤولية التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة وتصفير انتشار الفيروس لا تقع على كاهل المؤسسات الصحية والأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع من دون استثناء. فالجميع عليه أن يؤدي دوره في مثل هذه الظروف، ذلك أن الخطر لا يستثني أحدا. أضف إلى ذلك أن أي تقاعس عن أداء مثل هذا الدور من الأفراد بالدرجة الأولى من شأنه أن يفشل الجهود الصحية والأمنية الكبيرة التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية، لأن المثل يقول 1000 عمار ما يقدرون على خراب واحد. فعدم الالتزام بالتدابير والضوابط الاحترازية هو تخريب، لا نقول متعمد، ولكنه تخريب مباشر لجهود التصدي لهذه الجائحة. ذلك أن من شأن الارتفاع المتواصل لأعداد الإصابات بالفيروس أن يزيد من الضغوط على الإمكانيات الصحية التي وفرتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة، ومنها أماكن العزل والعلاج التي تبقى لها طاقة محدودة بكل تأكيد، وأن من شأن زيادة الضغط عليها لأسباب بالمقدور منعها أو على أقل تقدير الحد منها كثيرا أن ينعكس سلبا على متلقي خدمات هذه الأماكن وكل أفراد المجتمع
مواطنين ومقيمين بشكل عام. الحديث هنا يدور عن جهود منع انتشار الفيروس والحد من تصاعد أعداد الإصابات جراء الاختلاطات البشرية غير الضرورية وغير المنضبطة أيضا، فالمساهمة في دعم هذه الإمكانيات وتأمينها لا تحتاج إلى جهود وأعمال منهكة أو مكلفة ماديا لأي فرد من أفراد المجتمع والأسر مواطن كان أم مقيم، بكثر ما تحتاج إلى درجة عالية ومسؤولية من الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تثبت أنها أحد الأسلحة الفاعلة في معركة التصدي لفيروس كورونا، وتأكدت فاعليته في الدول التي نجحت في تحقيق نتائج ملموسة في هذه المعركة. حياكم الله من جديد. ضمن مبادرة شكرا وبالتعاون مع القطاع الخاص، قامت الإدارة العامة للمرور بمكافأة السواق الملتزمين بالأنظمة المرورية ممن يخلو سجلهم المروري من أي مخالفة أخرى، وذلك بتقديم كوبونات وخدمات خاصة للمركبات. وتأتي حملة صيف بلا حوادث الشاملة للتأكد من سلامة المركبات والتأكد من عدم مخالفة أنظمة وقوانين المرور وتذكير السواق بالفحص الدوري والالتزام بالاشتراطات للتأكد من مواكبة المركبة لمعايير السلامة. خلونا نتابع معكم هذا التقرير لجهود الإدارة العامة للمرور وراجعين نتكلم أكثر حول هذا الموضوع. للحديث أكثر حول هذه الحملة المرورية صرنا يكون معنا عبر الهاتف النقيب فايز أمين من إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير. مساء الخير الأخ بستان والأخ ترقية، نمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام. الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا يعني جميل مثل ما هناك في مخالفات للمخالفين أيضا في مكافآت للملتزمين. إدارة المرور ركزت يعني في جهودها على تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ العديد من حملات القانونية والتوعوية بهدف توفير أكبر قدر من الأمان لتنفيذ شعار صيف بلا حوادث. لو نركز على فئة الملتزمين بالقانون
على الطريق اللي تم رصدهم من خلال حملة شكرا. نعم. لا يخفى على الجميع في إطار الخطط والبرامج التي تنفذها الإدارة العامة للمرور من أجل رفع مستوى الوعي المروري وتشجيع السواق على الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية. طبعا مبادرة شكرا ابتدت من بداية عام 2019 بالتعاون مع القطاع الخاص والعديد من الشركات تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية من أجل رفع المستوى أو مستوى السلامة المرورية على الطريق. طبعا استراتيجية الإدارة العامة للمرور هي الحد من نسبة المخالفات وتشجيع السواق على الالتزام بتجنب الحوادث المرورية وخلق بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطريق. طبعا ما زالت مبادرة شكرا مستمرة ولليوم من خلال رصد السواق الملتزمين في الحملات الميدانية اللي طبعا يخلو سجلهم المروري من المخالفات، تقديم كوبونات لهم للعاز الحراري ذو جودة عالية حسب المقاييس والشروط، وفحص الإطارات واستبدالها إن استدعى الأمر على الطريق، وأيضا تقديم خدمة على الطريق مجانا لمدة عام وتوزيع بطاقات بقيمة 50 دينار والكثير من مبادرات تنوعت في تكريم السواق الملتزمين، وما زالت طبعا المبادرات قادمة أكثر إن شاء الله من بداية مبادرة شكرا وهي مستمرة. طبعا إن شاء الله للقادم بيكون في كثير من الخطوات اللي نضع لها الخطط حاليا بتكون خطوات جميلة إن شاء الله. نعم، يعني نقيب فايز، الحين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شن هي خطة الإدارة العامة للمرور وهل من نصائح وإرشادات اليوم أنتم توجهونها للسواق؟ نعم، الإدارة العامة للمرور اتخذت كافة الاستعدادات لانسياب الحركة المرورية في خلال فترة عيد الأضحى، وضع خطة متكاملة لتوزيع الدوريات المرورية على جميع الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين. احنا ندعو جميع السواق الى اهميه الالتزام بالانظمه والقواعد المروريه لتجنب اي حوادث لا سمح الله، والانتباه خلال قياده المركبه وعدم القيام بسلوكيات خاطئه ممكن تؤدي الى يعني اي حوادث مثل ما ذكرنا، خصوصا الاستعراض بالمركبات والدراجات الناريه. نحب ناكد على عدم اصدار اصوات مزعجه خصوصا في الاحياء السكنيه حفاظا على سلامة وراحة الجميع. طبعا ندعو أولياء الأمور بالتقيد بجلوس أطفالهم في المقعد المخصص للطفل ومراعاة التباعد الاجتماعي بين سائقي الدراجات الهوائية. مثل ما نعرف كلنا أن هذه فترة إجازة والكثير يفضل أنه يمارس الرياضة، فنفضل أن الرياضة تكون أو نحرص أن الرياضة تكون في الأماكن المخصصة، والإدارة العامة للمرور تتمنى السلامة للجميع، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كل عام وانت بخير، واكيد طبعا احنا نتمنى السلامه للجميع باتباعهم كل ما ذكر من ارشادات، وطبعا امور اليوم ممكن احنا ناخذها في سبيل المحافظه على سلامتنا وسلامه الاخرين. النقيب فايز امين من اداره الثقافه المروريه بالاداره العامه للمرور، شكرا جزيلا لك. والله ملك والله وطن الله.
تقدم رايتنا وتبقى في المعالي دوح وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف النوم عسى الله يديم رايتنا وتبقى في المعالي دوح وحنا لجلها عين وقلب ما يعرف النوم كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين كلنا فخر بالمملكة ترفع بها راس وجبين يبداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين يبداها كل ما نملك وحنا لها الدرع الحصين بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن بقلوبنا حب الملك حب الوطن فحريننا كل الولا فينا سكن والله شعار رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم طبعا مملكة البحرين دائما سباقة ودائما شباب البحرين مبدعين ومبتكرين للأفكار اللي تساعدهم على النمو خصوصا خلال فترة مكافحة كورونا هذه الفترة كانت فترة استثنائية اللي مر فيها حاليا شفنا العديد من المشاريع الاستثنائية كذلك بالفعل بسام شركة هوميز الشرق الأوسط تنظم حاليا لإطلاق معرض البحرين الأول للتسوق الرقمي قريبا وهو الأول من نوعه في مملكة البحرين بالطبع رقي يعني توجه مهم جدا تتخذ المملكة لدعم النشاط الاقتصادي المبتكر في مملكة البحرين والسعي لتنشيط الأسواق المحلية بأساليب جديدة وفاعلة شركة هوميز الرائدة في بيع المنتجات تسعى من خلال منصتها الرقمية إلى تقديم خبرة جديدة ومتميزة من إقامة والمشاركة في معارض التسوق الرقمية لكل من المتاجر والموزعين المحليين من جهة وزبائن التجزئة في المملكة من جهة أخرى سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية عشان نتكلم أكثر عن هالموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد صادق جعفر عبد الرسول مدير التنفيذي الرقمي لشركة هوميز والسيد صباح طارق الجلاهمة أخصائي تطوير مؤسسات أول مساكم الله بالخير ويا أهلا وسهلا فيكم معنا أهلا وسهلا صبحكم الله بالخير إن شاء الله يا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا هلا أستاذ صباح يعني في البداية لو بنتكلم عن دور الوزارة اليوم شلون يعني قاعدة تعمل لتشجيع رواد الأعمال وما شاء الله قاعدين نشوف شباب البحرين ما شاء الله عليهم كل يوم قاعدين يطلعون بتطبيق بمشروع جديد في البداية أحب أشكركم على الاستضافة والفرصة أن احنا الرواد الأعمال عندنا يتكلمون عن مشاريعهم وإحنا طبعاً في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً نسعى لتطوير وتنمية المؤسسات وبالتحديد في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نعمل لخلق بيئة ملائمة لرواد الأعمال اللي هي ممكن تساندهم في بدء مشروعهم لأنهم ينافسون في السوق المحلي والأسواق العالمية فمبادراتنا تتمحور عامةً على البنية التحتية للمشاريع اللي تخولهم أنهم يبنون مشاريع مواكبة للتطور الاقتصادي اللي في العالم وطبعا اليوم المثال موجود عندنا اللي هو مواكبة للتطور الاقتصادي من عن طريق تقديم الخدمات بأساليب متطورة نعم جميل صراحة يعني اللي تقوم بوزارتكم يعني في دعم هذه المشاريع وتوفير البيئة والمنصات كذلك يعني هناك دور كبير تقوم فيه الوزارة يعني نتيجة لهذا الدور يعني شركة هوميز اليوم يعني شركة يعني صارت يعني مثل ما نقول احنا نار على علم وانتشر صيته خلال هذه الفترة يعني خبرنا أكثر عن دور وزارة الصناعة والتجارة في دعم مثل هذه المشاريع طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكركم على الاستضافة ونشكر الشباب صراحة ما قصروا معنا وقبل لا حتى أبدأ بالكلام
كل عام والجميع بخير ان شاء الله، عساها ايام تنال علينا بكل خير ان شاء الله. الوزاره الامانه يعني كان دورهم جدا كبير يعني على مستوى تقديم الخدمات والاستشارات وتوفير البنيه التحتيه زين حق القطاع الخاص. احنا كهوميز كمنصه اليوم رقميه حصلنا الامانه كل دعم من جميع الهيئات من جميع الاطراف في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه ابتداء من سعاده الوزير والى الاقسام، ويعني الشباب ما قصروا. اليوم في عندنا مساحه موجوده ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. هذه المساحه لما جينا شوي نشتغل فيها اكثر شفنا ان في يعني في امور كانت تحتاج الى بعض المبادرات، واحنا مجرد للامانه مجرد كنا نتكلم مع الاخوان والاخوات في الوزاره كنا نقول لهم في مساحه حابين نشتغل فيها، تفضلوا شنو تحتاجون. فبالعكس مثل شنو اخوي صادق يعني ابتداء خلينا نقول حتى من ما اطلقوا مولدوت بي اتش فيعني ما اطلقوه وخلاص اطلقوه وكان احنا نعرف شو بيصير، واحنا نعرف مثلا ان شنو دوره وشنو دورنا شنو راح يصير شنو راح يصير. كانوا خبرونا ان حتى يعني سهلوا مع المحلات الموجوده معاكم والشركات على اساس تدخل عندكم. فهذه الامور يعني لما يكون في اندماج تام ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وبالاخير يعني شنو وين المصلحه العامه اللي انعكست من القطاع نفسه الى حتى الاخير المستخدم الاخير. فهذه الامور يعني باستمرار احنا يعني على تواصل تام مع الوزاره وفي توجيهات دائما، واحنا ما شاء الله يعني على الشباب معانا باستمرار اول باول. هو جميل وايد لما نحس ان في شراكه ما بين طبعا اكيد القطاع العام وما بين مبادرات الشبابيه، فاحنا اكيد مستمرين معكم وراح نتكلم اكثر حول هذا الموضوع، لكن راح نوقف الحين مع مشاهدينا ونشوف هذا التقرير اللي راح يستعرض ونشوف ابرز اللي راح يتضمنه معرض البحرين الاول للتسوق الرقمي، وراجعين نكمل حديثنا مع ضيوفنا في الاستديو. مستمرين معكم مشاهدينا ومع طبعا ضيوفنا في الاستديو. عود لك يعني استاذ صباح، اليوم لما نتكلم عن وضع السوق احنا دائما نقول ان السوق ابدا ابدا مو ثابت، دائما في حاله تقلب وفي حاله تغيير مستمر، فشلون ممكن اليوم الوزاره تهيئ حق هذه التغيرات وايضا تخلي ايضا الجهات الداعمه ايضا تتقبل مثل هذه التغيرات اللي تصير؟ طبعا احنا في البدايه الازمه اللي نمر فيها حاليا لها تاثير واضح على السوق المحلي والعالمي طبعا. صحيح. احنا دورنا طبعا ان نحاول نهيئ السوق ونعطيه المبادرات اللي ممكن تخفف الاضرار بقدر الامكان. فمن دورنا من ناحيه اللي هو تهيئه البنيه التحتيه للتطورات ولمواكبه التطورات في العالم، ان احنا مثلا اصدرنا نشاط حاضنات ومسرعات الاعمال اللي بدورهم يهيئون رواد الاعمال والشركات الناشئه للي هو الابتداء في سوق العمل. فاليوم احنا عندنا 24 حاضنه محليه وعالميه متخصصين في مختلف التخصصات ومعظمها تركز في التكنولوجيا، وهذه كان واضح من الأزمة اللي مرينا فيها أن هاي التطور اللي احنا متجهين له. فالحاضنات اليوم تقدم الاستشارة المختصة، ورش العمل المتخصصة، كلها في طور تطوير رواد الأعمال. والحمد لله احنا في الفترة الأخيرة شفنا قصص نجاح متعددة من الحاضنات، وفي نفس الوقت المبادرات الأخرى اللي نشتغل عليها منها اللي هو الأفضلية في المناقصات للشركات الصغيرة المتوسطة، وأيضا اللي هو شهادة التصنيف اللي بتخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة
للمبادرات اللي احنا نشتغل عليها في الوزارة، كلها لهدف اعطاء فرصة للتاجر الصغير انه هو ينافس في الشركات سواء المحلية والخارجية. وايد مهم ان احنا اليوم نعطيهم الدعم خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. بالتأكيد يعني رقية، وانا برجع لك اخوي صادق، يعني نبي نتكلم اكثر عن المعارض الافتراضية. يمكن شفنا معلومات عن المعرض الافتراضي الاول اللي راح يصير، لكن يعني برايك يعني هل يعني راح تحل هذه المعارض بديل للمعارض التقليدية؟ في نفس الوقت يعني شلون راح يكون اثرها؟ يعني كونك ايضا يعني تمتلك شركة، هذه الشركة يعني تعمل في قطاع الاقتصاد الرقمي، يعني شلون راح ينعكس على الاقتصاد بشكل عام؟ طبعا احنا دائما نقول يعني التجارة الإلكترونية هي ليست بديل عن التجارة التقليدية. نعم. يعني اليوم اذا الأستاذة رقية مثلا حابة تشتري ملابس مكياج، يعني يمكن في تحدي ان تشتري وتختار بالكامل، لاحظ بالكامل، من خلال منصات وإلى ما شابه، رغم أن هذا اليوم يعني كسلوكيات موجودة قاعدة تتطور وتتغير. المعارض الافتراضية هي ليست بديل أيضاً عن المعارض يعني الفيزيكال الموجودة اليوم، ولكن نما تعمل معها in parallel، متوازية. فاليوم لما احنا نقول نتكلم عن معارض إلكترونية رقمية أو افتراضية، هي إنما تعزيز إلى مساحة هي موجودة ما كانت مشغورة بالسابق. نعم. يعني حتى اليوم لما يصير عندي معارض إلى الزهور، إلى مثلا الكوفي، إلى الشاي، إلى مثلا ملابس، إلى الأغذية وما شابه، أنا عندي فئة وشريحة كبيرة ما قاعد تروح حق هاي المعارض. يعني أخوكم المتواضع يمكن أحيانا ودي أروح، بس يعني زحمة المكان، الوقت ما يناسبني، أوقات العمل كذا إلى ما شابه. أنا اليوم التجربة لما أقدم تجربة افتراضية، تجربة رقمية، أنا بدرجة أولى وفرت إن هذا اليوم العارض ممكن يعرض على مستوى مو فقط المكان اللي هو موجود فيه، ممكن يعرض على كافة أنحاء المملكة. زين، هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى كمستخدمين، يعني أنا اليوم كمشتري ببساطة أقدر أشوف المنتج بكل أريحية موجود في موقع، في تطبيق، في فهذه التجربة المغايرة. احنا بالعكس احنا يعني هدفنا يمكن من خلال اطلاق اول معرض رسمي الكتروني او رقمي على مستوى البحرين، هو ان هذه المساحات تحتاج الى تنشيط، تحتاج الى اطلاق، تحتاج الى توعية. يمكن هذه التجربة الاولى لما اتكلم عنها هي باكورة امل احنا نعتبرها. يعني ما تعتقد ان يعني المعارض الالكترونية راح تنافس المعارض التقليدية؟ بالعكس نافسها بشكل كبير. نعم. ولكن دائما احنا نقول الاستخدام الافضل، يعني اليوم في مجال ادارة الاعمال بدل المنافسة خلت تشتغل معها. صحيح. يعني في الوقت الحين عندي مثلا معرض، ممكن يكون معرض لاي حاجة كانت، ممكن معرض مساحة التجميل. نعم. موجودة عندي مثلا على ارض الواقع، موجودة اونلاين، في ميزات، في امور مثلا في طريقه الطلب، في طريقه الاستعراض، انا ممكن بالمحل زحمه. يعني في تحدي، ممكن يصير حتى اكثر من معرض في وقت واحد، يعني ممكن نكون تعددية. مثلا صحيح. في وقت واحد. انا اعتقد ان ايضا اذا تتفقون معي اليوم الكورونا غيرت كثير من سلوكيات صحيح. المستهلكين، فبالتالي يمكن لما نروح الى هذه النوعيه الان من المعارض الافتراضيه، انا اعتقد انه يمكن حتى ك يعني مستخدمين راح يفضلونها اكيد، لان احنا يمكن من داخلنا صار عندنا تخوف ان احنا نحضر معارض او نروح اماكن تجنبا للزحمه. استاذ صباح، مثل هذه المعارض لما اليوم يقيمونها شباب البحرين الواعد ويعني ويكون فعلا فيها عليها اقبال، شو ممكن يغير في اقتصاد البحرين؟ طبعا معرض الهوميز الرقمي يا في الوقت المناسب. احنا حاليا في فتره غيرت سلوك السوق عامه من ناحيه التاجر والمستهلك. في تجار قبل شفناهم من قبل الأزمة كان عندهم التحول الرقمي، وفي تجار في هذه الفترة اضطروا أنهم يتوجهون حق التحول الرقمي، وعامة هذا السلوك شفناه في العالم كله. يعني هذه بيّن لنا هذه هو التطور اللي احنا متجهين له. أساسا احنا طبعا المعرض الرقمي بيعتبر في الوضع الحالي اللي احنا نمر فيه خطوة لإنعاش السوق، بالأخص في الفترة اللي مرينا فيها من تأثيرات اللي صار. في نفس الوقت يعطي فرصة للتاجر أنه هو يوصل حق شريحة أكبر من المستهلكين، وفي نفس الوقت المستهلك نفس ما تفضل أخوي أنهما يوصلون حق أكثر عدد من التجار في مكان واحد وبكل أريحية. وطبعا هذه كلها يعطي فرصة للسوق كله التحول، يعني يواكب التطورات اللي قاعدة تصير،
وفي نفس الوقت التجار كلهم طبعا ياخذون هذه التحول اللي ممكن حتى من ناحيه تكون عليه يعني مردود ايجابي له من ناحيه تقليل التكلفه من انه يكون موجود في محل فعلي الى يكون تواجد افتراضي يعني. نعم يعني احنا يعني نحاول قدر المستطاع بان نوصل فكره عند الناس ان ترى مثل ما قلت يعني اخوي صباح ان هاي مستقبل يعني القطاع التجاري بشكل عام يعني. لذلك انا يعني اخوي صادق بالعكس يعني احنا نشوف هذه المشاريع هي مشاريع طموحه ويعني وهذه توجهنا بشكل عام التحول الرقمي. انا ما اتكلم بعد على صعيد القطاع الخاص حتى على الصعيد الحكومي صحيح. يعني بدأنا بشكل مبكر والبحرين عندها يعني قاعده صلبه في هذا المجال يعني ونقدر ان احنا يعني نستمر في هذا الامر. لكن برايك يعني انت وين تشوفون يعني شنو طموحكم فيما يتعلق بدعم هذه المشاريع اذا كانت يعني خصوصا اذا كانت هي مشاريع لا زالت صغيره او لا زالت مشاريع متوسطه يعني شنو طموحكم من خلال يعني الدعم المقدم لكم؟ طبعا يعني الحمد لله احنا حاليا موجودين في مملكه البحرين موجوده عندنا منظومه عمل عاده منظومه عمل صعب لما تترجمها من الانجليزي ايكو سيستم. هذه منظومة العمل لما جيت تشوفها وتقيسها وتطالع من مختلف الأبعاد بتلاقي اليوم في اندماج تام من ابتداء من القطاع العام إلى القطاع الخاص إلى شركات المدفوعات إلى شركات التوصيل إلى الشركات يعني اللي تشتغل معاها بهدف الترويج والدعاية. نعم. فهذه المنظومة بالكامل يعني احنا ممكن يعني نقيس التجربة هذه على الدول حتى دول الجوار لا نروح بعيد دول الجوار بنشوف ان المنظومة هذه جدا مثالية في البحرين. نعم. اما اخذها على مثلا الدول المجاورة بلاحظ انها شوي فيها الى حد ما يعني جفاء بلاقي ان التجربة نعم. هاي مو بهاي السهولة مو سلسة. فاليوم احنا الحمد لله لما نتكلم عن هوميز كمنصة بكل بساطة قدرنا ان اليوم يعني نسوي عملية اندماج او نشتغل مثلا مع بنفيت نشتغل مع كريدي ماكس نشتغل مع سداد نشتغل مع اي اف اس بكل بساطة. نعم. يعني اتكلم عن يمكن جلسة واحدة كلام هذا اي نشتغل معكم ليش لا. فهذه التجربة اليوم يعني حتى من خلال هذا الايكو سيستم احنا يمكن في لقاء سابق تكلمنا فيه ان احنا اليوم نعتبر هوميز هو عبارة عن مجمع افتراضي. أنا لما أدخل في هذا المجمع راح ألاقي مختلف المحلات موجودة، راح أشوف المحلات الكبيرة، المحلات الصغيرة، الشركات الناشئة موجودة. فهذه اليوم على أساس أن أوفرها كامل في المنصة، فعلاً كانت أن أشوف الأرضية جداً مهيئة، وإحنا حاولنا بقدر الإمكان أن جميع هذه الهيئات، جميع هذه الأطراف تكون متواجدة بشكل جداً ممتاز، وبالعكس باستمرار يعني نقعد معاهم، نلتقي معاهم. يعني هوميز احنا بكل فخر نقولها احنا كنا اول شركه بحرينيه تستخدم بنفيت باي في التطبيق. خبرونا حابين نجربها قلت لهم ايه متى نجربها معاكم. فالحمد لله يعني هذه التجارب احنا لما نتكلم عنها نتكلم دائما عن باكوره عمل انه ممكن نطلع منها بمشاريع اخرى. يعني من هذه المنصه احنا قلنا راح نطلع شويه بنطاق اكبر اللي هو المعرض. فهذه هي العمليه اللي دائما لما نتكلم عن الأرضية أو الانفراستراكشر اليوم موجود في البحرين جدا مثالي. جميل. يعني بالحديث عن الأرضية المهيئة وأن احنا بالفعل يعني كبنية تحتية اليوم بالفعل يمكن مع جائحة كورونا تأكدنا أن مملكة البحرين بالفعل مستعدة إلى التحول الرقمي وشفنا يمكن في العديد من القطاعات ومجالات العمل. فأستاذ صباح لو نسأل ونقول البحرين اليوم وين قاعدة تسير اتجاه اللي هو يعني التوجه الرقمي؟ إيش كثر إحنا اليوم مستعدين إن إحنا نتوجه لهذا التحول؟ إحنا الحمد لله من فترة قبل حتى من قبل الأزمة كنا دائما نشتغل على مؤتمرات اللي هي تتكلم عن التحول الرقمي ونشجع التحول الرقمي لأن كان واضح إن هذه هو التطور وهاي الخطوات اللي إحنا متجهين لها في العالم الاقتصادي. بس مع الأزمة اللي صارت واللي مرينا فيها اضطرينا ان نشتغل على مبادرات تحل تعطينا حلول حاليا ممكن تخفف الاضرار على السوق العمل عامه. فمثلا قمنا بمنصه مول دوت بي اتش اللي هي تعطي فرصه للتاجر انه يتواجد التجار عامه يتواجدون في منصه وتسهل وصولهم للمستهلكين او تجار ثانيين. في نفس الوقت تعطي فرصه للتاجر اللي هو ما اخذ الخطوه انه يتحول رقميا تعطي تسهل العمليه توصله بتجار ممكن يسهلون للعمليه التحول الرقمي. وبالاضافه الى مواكبه التطورات والعالم الرقمي
أصدرنا سجل افتراضي واللي هو سجل يعطي فرصة للتاجر البحريني أنه هو يمارس عمله بكل أريحية من دون المتطلبات التقليدية اللي تعودنا عليها أنه يكون متواجد في مكتب مثلاً. فالسجل الافتراضي عطى أريحية للتاجر، عطى تكلفة أقل أنه هو يمارس عمله. وطبعاً الجهات الخاصة أو جهات الدعم اللي موجودة في البحرين كلها متواجدة معنا وتدعم هذه المبادرات. اللي بس يمكن ما بالكل كان مستعد أنه هو يتحول رقمياً، يعني مثل ما تفضلت بعض الشركات البسيطة خلينا نقول والصغيرة يمكن ما كان عندها ذي التوجه أو غير قابل يعني إلى التحول حالياً في ذي المرحلة. فهل أنتم كنتوا تعطونهم الدعم من حيث مثل الإرشاد التوعية؟ كان لكم دور في ذي الشيء؟ طبعاً الموقع نفس ما خبرتك، الموقع اللي هو mall.bh، الطريقة التسجيل أساساً يتحدد في أي مرحلة أهمة. إذا كان التاجر في مرحلة أنه له تواجد رقمي من قبل الأزمة مثلاً فله مكان معين، إذا كان التاجر في مرحلة ما له تواجد رقمي ممكن أنه يوصلونه مع الجهات اللي ممكن تعطيه الخدمة هذه، وطبعاً بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه. ففي الخدمة متواجدة حق مختلف المراحل المختلفة للتاجر طبعاً. نعم، يعني احنا ان شاء الله مستمرين معاكم، يعني لا زالت طبعا لدينا عده اسئله معكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد ما نطلع هذا الفاصل وعوده لضيوفنا الكرام في الاستوديو. مهما اجبرتنا الظروف على اتخاذ خيارات تبعدنا عن بعضنا بعضا، لا تمنحنا فرصة التجربة ولا نعلم متى ستنتهي. ومهما اشتدت وامتدت فهناك دائما من يبتكر ليجعل حياتنا أفضل وأسهل. فمع أكثر من 100 متجر مشارك ومن قطاعات مختلفة من الإلكترونيات والمجوهرة والملابس والعطور وغيرها في وجهة رقمية واحدة، استمتعوا بتجربة مميزة لخيارات لا تحصى في معرض البحرين الرقمي الأول من هوميز. مستمرين معكم مشاهدينا مع ضيفنا الكرام في الاستوديو وحديثنا عن الاقتصاد الرقمي وعن المعارض الإلكترونية. عودة لك أخوي صادق، يعني شلون احنا الحين نهيئ الأرضية؟ احنا نتكلم اليوم يمكن أكثر شيء عن المعارض الإلكترونية وعندنا معرض قادم، شلون نهيئ الأرضية ليكون يعني نموذج فعلا نموذج مشرف، يعني وكذلك شلون نحقق الاستدامة في المعارض الإلكترونية؟ طبعا احنا يعني في مجال الرقمنة في البحرين نعم في المملكة أشوفها مجال جدا متقدم، يعني بالعكس لولا هذا التقدم وهذا الازدهار في مجال الرقمنة يمكن ما كان هذا الموضوع بيكون بهذه السهولة. احنا اليوم يعني على أساس نتكلم عن نموذج متكامل حق المعارض. المعارض عادة تكون واحد من اثنين، اما تكون يعني شوكيسينج استعراض الى منتجات جديدة، او تكون يعني احنا نسميها ديسكاونت فير عندك عروض وخصومات، هاي اللي الناس عادة تحبها. فصار قبل يمكن بحدود شهر كان في مناشدات من جهات تنظيم المعارض والفعاليات ان بزنسهم ميت تقريبا. نعم. جميع انشطتهم موقفة لاخر السنة، جميع الفعاليات المعارض اللي كانت موجودة موقفة. فأنا اليوم لما أتكلم عن يعني الانطلاقة حق معرض البحرين الرقمي الأول اللي تقيمه منصة هوميز، الانطلاقة كانت من فهمنا إلى السوق شنو اليوم موجودة من مشاكل. نعم. يعني دائما الحلول تنطلق من المشاكل وحاجات المجتمع، حاجات صحيح. السوق، حاجات المستخدمين. نعم. فإحنا يمكن هذه التجربة يعني كانت إلى حد ما على عجالة، لأن يعني صارت الترتيبات بشكل سريع، ولكن بالعكس يعني كان الفريق بشكل جدا ديناميكي، يعني حتى الموظفين قالوا لهم يلا شباب بشكل سريع راح نشتغل على معرض، عندنا فتره عمل تقارب 5 أسابيع. نعم. فتره جدا قياسيه،
يعني من تنظيم، من ترتيب، من محلات، من متاجر، بالأخص أن منظومة هوميز في المحلات المشاركة تضم ديستريبيوترز على مستوى العالم، محلات على مستوى العالم، والمحلات حتى الصغيرة. يعني أنا أقصد يعني أخوي يعني صادق، شنو راح يقدم هذا المعرض للجمهور وشون راح يتم الترويج له، أساس أن إحنا نقول فعلًا عندنا اليوم نموذج لمعرض إلكتروني في مملكة البحرين؟ هذا المعرض هو راح يكون عبارة عن منصة، موقع تدخل حقه من خلال الموقع أو التطبيق. حاليًا راح يكون موقع هوميز نفسه، راح يغير بالكامل من واجهة، من طريقة استخدام إلى آخره، بحيث تتناسب مع الـ يعني عدد الزوار المتوقع. يعني المتوقع حالياً أكثر من 50,000 زائر بشكل يومي. نعم. راح يدخل. فمثل ما قال خان، صير عندي معارض في أرض المعارض. إنزين، أنا هناك شنو يكون عندي؟ كوكبة من المحلات والمنتجات إلى آخره. فالتجربة الأولى هي فقط لتنشيط هذا القطاع. نعم. لتحفيز القطاعات أو الشركات المتخصصة في مجال إقامة المعارض، أن بكرة سواء منصة هوميز أو إذا حاب أنت بنفسك ابدأ هذا النشاط. لا تنتظر. يعني إذا أنت اليوم مشلول، إذا أنت اليوم متعطل بسبب الجائحة أو شيء، لا تتعطل، ابدأ تشوف. يعني افتح الباب. نعم. افتح الباب ببساطة. إحنا فتحنا الباب، يعني يمكن بدأنا أول ما فتحنا هذا المشروع كلمنا الشركات الموجودة معنا، وفعلا حتى الوزارة كانت موجودة معنا في الاجتماع الأول، الاجتماع البكر حق المعرض، وتكلمنا معهم وكان في تقريبا تقبل من جميع الشركات من غير استثناء، إحنا معاكم. نعم. فتحنا الباب لجميع المحلات والشركات البحرينية من غير استثناء في مجال يعني في الريتيل، في قطاع التجزئة، اللي حاب يشارك معنا. فالتجربة هذه إن شاء الله راح تكون جدا واعدة. التجربة هذه راح تكون، يعني لما أقول النموذج المثالي، مو فقط حقنا، حتى حق الشركات الثانية بكرة، ابدأ سو معرض رقمي. يعني هذا الشيء يمكن احنا شفناه ايضا في توجه، مو بس يعني خلينا نقول في الجانب اللي هو الشرائي، ايضا شفناه يمكن في قطاعات التعليم توجهت الى مثل هذه المعارض الافتراضيه. لكن يمكن يعني بعد شيء وايد مهم، ويمكن السؤال لك يعني استاذ صادق واستاذ صباح، عمليه الترويج لمثل هذه النوعيه من الفعاليات مهمه جدا، لانها تعتبر يعني شيء جديد على الناس. احنا متعودين يمكن اوكي بنروح نتسوق اونلاين، بنشتري من المحلات، لكن ان انا ادخل منصه ويكون فيها مجموعه من التجار او مجموعه من المحلات، فهذا الشيء بالنسبه لنا يعني شيء جديد كمعرض افتراضي. فلازم تكون في عمليه تسويق، لازم بيكون في عمليه ترويج، واتوقع انه يعني لازم بيكون شيء وايد عود عشان فعلا الناس تكون عارفه بهذه الفعاليه، ويعني يكون فيها هذه الاقبال الكبير. كلمونا عن عمليه الترويج والتسويق. يعني تعليق بسيط قبل اعطي الميكروفون الى اخوي صباح. الزخم في تصاعد. يعني عمليه الترويج بداناها تدريجيا من اعلان سعاده الوزير والصحف اللي كتبت والمواقع والمؤثرين اليوم في مختلف السوشيال ميديا موجودين، الى حد عمليه الرعاه والمشاركين. يعني في عندنا رعاة علامات تجارية مثل شركة ميديا للمكيفات ميديا، إلى حد شركات بحرينية مثل مدينة اللحوم ميت تاون، قال أنا هذا المعرض راح أكون راعي، ما راح أكون فقط مشارك، راح أكون راعي. فيعني المبادرات صارت حتى من أطراف الشركات نفسها، من أطراف العلامات التجارية. الوزارة باستمرار تتواصل معنا، محتاجين شيء يعني نقول لها مثلا نحتاج مقال، نحتاج سبق صحفي، نحتاج ترتيب مثلا مع هذا. الجلسة هذه اليوم كانت ترتيب من الوزارة. زين، وقالوا لي صادق ركز أكثر ما تقدر على المعرض المعرض المعرض. فهذا إن شاء الله يعني إحنا بالعكس نحاول نستغل جميع القنوات المتاحة اليوم حق ترويج حق هذا المعرض، حق هذه التجربة الفريدة. طبعا كل شيء له خطوة بداية. السوق لازم بتكون أو تكون أول خطوة، لا يمكن صعبة، يمكن شيء جديد، لكن في النهاية بيتعود عليه. بالأخص إن إحنا مع الثورة الصناعية الجديدة إحنا قاعدين نتوجه هذا التوجه. ففي المستقبل نفس ما تفضلتوا مساء عنه، راح يكون في تنافس بين المعارض الافتراضية والمعارض التقليدية. هذه أكيد راح يكون فيها تنافس، لأن أنا كمستهلك أقدر أوصل حق شريحة أكبر من البضائع التجار. اكثر اشوف انواع اكثر من ان انا اروح معرض فعلي، ممكن اوصل حق بضاعه او تجار برا البحرين. صحيح. حتى التجار في البحرين ممكن يوصلون حق مستهلكين برا البحرين.
فهذه طبعا فرصة للتطور، فرصة حق التاجر انه يتحسن، تفتح له ابواب جديدة، وان شاء الله يعني التوفيق. شلون هذا المعرض ممكن يكون ايضا ملتقى للهم التجار نفسهم، يعني ما يكون بين المستهلك والتاجر او المستهلك والسلع والخدمات، انما يعني ايضا يكون ملتقى بين التجار بينهم بين بعض، يعني كل واحد يتعرف، لانه يعني بعض الامور يعني انا كتاجر ابيع سلع عندي قطاع معين، يعني في نشاط معين احتاج ايضا ان انا اشتري سلع وخدمات من اماكن اخرى، شلون نحقق هذا الامر يعني من خلال المعرض؟ طبعا في المستقبل احنا ناس ما توجه صادق للوزاره وطلب المسانده او الدعم، احنا نطمح ان طبعا يكون في اكثر من هاي التوجه من ناحيه القطاع العام، نتمنى ان التجار يتوجهون ل يعني إقامة معارض رقمية متنوعة في التخصصات. نعم متخصصة يعني. متخصصة أكثر، يعني اليوم عندنا معرض هوميز بيكون متخصصة أتوقع في التجزئة أكثر. عندنا بكرة احتمال معارض بتكون متخصصة، ممكن تكون متخصصة في السياحة مثلاً، وهذه قطاع مهم وإحنا في البحرين نركز عليه. فقطاع السياحة إذا إحنا فتحنا معرض رقمي في البحرين ممكن نوصل حق ناس برا البحرين. والتجار ممكن يوصلون حق بعض، طبعا التاجر ما يستهدف فقط المستهلكين كافراد، ممكن انه يستهدف التجار انه اقامه يعني تعاون او شيء، كله بيفيد التجار في النهايه يعني. اكيد وفي النهايه طبعا احنا قلنا ان اقتصاد مملكه البحرين هو المستفيد الاول، وايضا جميع من يعني راح يستفيد ان شاء الله من هذه المعارض الافتراضيه والجمهور بشكل عام. احنا سعيدين جدا بتواجدكم معنا ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله استاذ صادق، يعني اكيد في هذه التجربه الجديده علينا كلنا، وعدك ان شاء الله نحن من اوائل الناس اللي راح يكونوا موجودين ان شاء الله في المعرض. يعطيكم العافيه استاذ طبعا الصادق استاذ صادق جعفر عبد الرسول مدير التنفيذي الرقمي لشركه هوميز، والاستاذ صباح طارق الجلاهمه اخصائي تطوير مؤسسات اول بوزاره الصحه والتجاره والسياحه الصناعه كل ذي من المعرض، لان من كثر ما شوقنا على المعرض نبي نروح بسرعه ان شاء الله. يعطيكم العافيه جميعا. طبعا اكيد احنا مواصلين معكم مشاهدينا، ولكن من بعد هذا الفاصل. قصة انتشار كورونا وشلون نقدر نسيطر عليه، باختصر لكم الإجابة في كلمات. المجتمع أربع فئات A و B و C و D. A هم أول حاملي العدوى، عملية البحث عنهم سهلة وذات جدوى، أغلبهم تماثل للشفاء. لكن A مع C أصدقاء أو بينهم قرابة أو يمكن زملاء، العدوى لهم تنتقل، بس ممكن نستغل معرفة A فيهم ونوصل لهم ويتم عزلهم وملاحظتهم. لكن A قبل لا يلقى C تصادف مع B، وهو شخص ما يعرفه لقاه في مكان عام وما في أي شيء هام يجمعهم، وهني تصير صعوبة الوصول لهذه الفئة لأن ما حد يعرفهم ولا هم يدرون أصلاً عن إصابتهم. أما D فهو شخص في البيت قاعد ما له شغل في أحد وعن الكل متباعد، لكنه يوم قرر يطلع تحول وما قدر مثل أول يرجع، لأن في طلعته التقى بالصدفة مع شخص غريب ما يعرفه هو بي، فصادته العدوى وتحول من دي إلى بي آخر. وهني ما نقدر نكتشف بي إلا من خلال البقاء في البيت والتباعد الاجتماعي، وبتبدأ تطلع على بي أعراض العدوى، وبهذه الطريقة بنقدر نوصل حق بي ونعزلهم ونعالجهم ونقلل من نسبة العدوى في المجتمع. وأكيد نسبة تسجيل حالات جديدة راح تقل إذا كل فرد التزم بالإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية اللي حددتها الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق مجتمع واعي اللي يسهل من طريقة تتبع المخالطين ومعرفتهم علشان يتم القضاء بإذن الله على فيروس كورونا. التزامك يصنع الفارق. مشاهدينا، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك من واجبنا كلنا نحن نستمر في تكثيف الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كل هذه للحفاظ على صحة وسلامة أهلنا ومجتمعنا
ونبتعد يعني عن التجمعات العائلية ونكتفي فقط بالتواصل معهم عن بعد. وبإذن الله كنا إن شاء الله راح نواصل بعزم وإصرار ومسؤولية عشان نتجاوز هذه الجائحة. بالتأكيد يعني بسام، ضرورة التخلي بشكل مؤقت عن بعض العادات والتقاليد في عيد الأضحى المبارك راح يساهم في انخفاض عدد الحالات القائمة، ومجتمعنا واعي ومسؤول، وطبعا أو أكيد إن شاء الله راح يكون قد هذه المسؤولية. واليوم فريق إعداد البرنامج تواصل مع العديد من رجال الدين وحبوا يقدمون كلمة ونصيحة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. ونبتدي مع رئيس شؤون المساجد بإدارة الأوقاف الدكتور حبيب النمليتي اللي حب يوجه كلمة في هذه الأيام المباركة. في اتصال مسبق مع فريق الإعداد، نتابع وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبارك لكم ما تبقى من العشر الفاضلة، العشر الأوائل من ذي الحجة، وها نحن نستقبل يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنة ماضية وسنة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده عيد الأضحى الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى مملكة البحرين قيادة وشعبا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. كلنا شهد الزيادات المتسارعة لانتشار فيروس كورونا بعد عيد الفطر الماضي وما خلف ذلك من إصابات ووفيات بسبب عدم التطبيق الصحيح للإجراءات والتدابير الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي، وقد ازدادت التجمعات والزيارات العائلية على خلاف ما سعت إليه الدولة وعلى خلاف الإجراءات التي قامت بها. ومن المعلوم لدينا جميعا أن هذه الجائحة ما زالت مستمرة وما زالت آثارها باقية، مما يستوجب علينا جميعا أخذ الحيطة والحذر والمساهمة بالوعي الذاتي للحد من انتشار المرض وتفشيه بيننا. وهنا أقول نعم، العيد من شعائر الإسلام، والعيد للفرحة والبهجة وإظهار السرور شكرا لله، وأن هذه الإجراءات لن تعيق الفرح ولا إظهار الشعيرة، لنكبر في بيوتنا لله عز وجل، ولنصلي مع أبنائنا صلاة العيد في الجماعة، لنتجمل ونتزين ونتطيب، وهذا كله من الإيمان الواحد في بيته وبين أسرته الصغيرة، بل نساهم في تقديم الأضحية ونأكل منها، وكل هذه من المظاهر التي لا تنقطع. إن أردنا أن نتواصل كما اعتدنا في الأعياد، وصلة الرحم من الواجبات الشرعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. لكننا علينا أن ننتبه بأن صلة الرحم لا يحمل مظهرا واحدا ولا طريقة واحدة، ولا يشترط فيها الزيارة المباشرة، بل أحيانا من برك برحمك وحسن صلتك بهم أن لا تجتمع بهم في مثل هذه الظروف. ليس من ضرورة أن نلتقي بالأجساد، لنتواصل بالوسائل التواصل الحديثة المباشرة أو عبر البرامج التي تجمع الأسرة الواحدة في لقاء واحد يتبادل فيه الجميع أطراف الحديث والذكريات، وهذا من الإحسان إلى الأهل. اليوم قد يشعر بعض الأبناء بالملل بسبب عدم وجود تلك الزيارات واختلاف أجواء العيد، لنعوضهم ببرامج ترفيهية، مسابقات حركية وثقافية، حتى نحافظ على صحتنا وسلامتنا، لنصلهم بالهدايا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فإن من واجبنا أن نحافظ على صحتنا في مملكة البحرين، ونحد من انتشار هذا الفيروس، والوقاية خير من العلاج، و نحمد الله سبحانه وتعالى أننا نعيش في جوانب إيجابية كثيرة من سلامة في أبدان وفي أوطان، ونتفائل دائما بمستقبل أفضل، فإن مع العسر يسرا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والبلاء، وأن يعيد علينا
العيد وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات والصحة والسلامة، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. شكرا لفضيلة الشيخ حبيب النمليتي، وأيضا فريق الإعداد تواصل في وقت سابق مع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ محمد التوبلاني، اللي حب يقدم كلمة وبعض النصائح بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نتوجه بالنصح والنصيحة لجميع المواطنين بأن يلتزموا بأوامر ونصائح اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ونطلب من الجميع عدم التقبيل والمصافحة وأي شيء يكون سبباً لنشر عدوى الفيروس. وقد أفتى فقهاؤنا بأخذ النصائح والأوامر من الأطباء والمختصين بخصوص هذا الوباء الذي اجتاح العالم بأسره. وفي المقام نشكر الطاقم الطبي وجميع العاملين، سائلين المولى العلي القدير بأن يرفع هذا الوباء عن الجميع. وفي الختام نتقدم بالتهاني والتبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى سمو الأمير رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظهم الله جميعا، وإلى جميع المواطنين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذه الأيام علينا باليمن والبركات، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عبر سكايب تواصل فريق البرنامج أيضا مع فضيلة الشيخ علي مطر خطيب جامع أبو بكر، اللي أكد أن عيد الأضحى المبارك مناسبة توج الله فيها فريضة الحج، وهي فرصة ثمينة لطاعة وعبادة الله. هذا العيد السعيد الذي توج الله تبارك وتعالى به أشهر الحج فرصة ثمينة في عبادة الله تبارك وتعالى، لأن أعياد المسلمين هي طاعة وعبادة لله جل في علاه. وعلى هذا لابد للمسلم أن يسعى جاهدا لإدخال الفرح والسرور على قلبه وعلى أهله وعلى أولاده، تبادل التهاني معهم، الاجتماع مع في الحقيقة هو الاجتماع المحدود مع العائلة الصغيرة في البيت دون توسع، أن تكون هناك هدايا وطعام وحلويات وملابس جديدة كما يرتدي الإنسان هذه الملابس ويتهيأ للخروج من مكان إلى آخر، فهو الآن في وضع خاص في هذه الفترة، فعليه أن يتزين وأن يتبادل مع أهله التهاني وأن يدخل السعادة على قلبها أسرته. وأيضا لا ننسى في مثل هذا اليوم المبارك وهذه الأيام المباركة العفو والتسامح، فهذه إذن فرصة ثمينة للجلوس مع الأهل والتقرب منهم، فهم أولى من الغريب، لقول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القرب. فالذين مثلا تعودوا على الخروج في الأعياد إلى المجالس والديوانيات والأصدقاء، نقول لهم أهلك أولى، أهلك أولى. ثم التواصل مع بقية الأرحام، لمة الأقارب ولمة الأصدقاء التي تعودنا عليها، ممكن أن تكون
عن بعد من خلال الهاتف، من خلال وسائل التواصل، وهي متاحة وموجودة بالصوت وبالصورة وبالكتابة وبغيره. أقول كلمة: صحيح أننا أمرنا بالتباعد الجسدي، ولكن لنتقارب روحيا وعاطفيا. وبعد ذلك البعض يتساءل: صلاة العيد والعبادات والتكبير كذا إلى آخره. صلاة العيد نقيمها في البيت، نعظم هذا العيد وهو من شعائر الله تبارك وتعالى، والله جل في علاه قال في كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم تكبيرات العيد والأضحية وغيرها من أنواع الطاعة والعبادة تكون في البيت. علينا أن نعيش العيد بسعادة وفرح، وأن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وفضله. وهنا مسألة مهمة ربما لا ينتبه لها الكثير: بالنية الصالحة الخالصة يستطيع العبد الصالح أن يعمل الأعمال الصالحة وأن يقوم بأعمال في بيته ربما تكون أفضل من الجهاد ومن الحج، كما نص على ذلك العلماء. الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخراً بخصوص إصلاح وضع صناديق التقاعد جميعها كانت إجراءات مهمة وتؤكد ضرورة تجديد المنظومة التشريعية والقانونية. طبعاً هذا تجديد في التشريعات هدفه هو مواكبة ومواءبة كل التطورات والظروف المختلفة التي تمر فيها صناديق التقاعد في البحرين، وهي بدون شك تحمل السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة لدراسة ومناقشة ما يمكن اتخاذه من إجراءات لحماية الصناديق للأجيال القادمة. مجلسيها الشورى والنواب لا نستطيع أن نعمل بعيدا عن السلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة، والحقيقة بأن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان وبدعم من صاحب السمو ولي العهد الأمين متعاونة إلى أبعد الحدود مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه إصدار التشريعات اللازمة لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية. هذا أولا، وبالتالي بأن الاجتماعات عملية مستمرة ودائمة والتنسيق قائم على قدم وساق، هذا أولا. وبدون التعاون ما بين السلطتين لن يكون هناك إنجاز، يجب أن نعترف. وهذا التعاون هو تجسيد إلى المبدأ الدستوري مع انفصال السلطتين واستقلالهم، إنما يجب أن يتعاونا لكي نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة للارتقاء بخططنا التنموية بحيث نحقق التنمية المستدامة في هذا البلد الغالي. فلذلك أنا أعتقد بأن الأخوة في مجلس النواب وإحنا في مجلس الشورى إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية، وحتى ولو أن اليوم يتطلب منا أن نتخذ قرارات صعبة، إنما في الأخير التاريخ سيذكرنا بأننا اتخذنا القرار الصحيح في الوقت الصحيح،
إنقاذ هذه الصناديق وأي تشريع آخر يعزز من قدرة البحرين المالية والاقتصادية سيصب في النهاية لمصلحة المواطن أولاً وأخيراً. التقرير وضح لنا إحنا إن هذه الصناديق إذا استمرت دون هذه الإجراءات العاجلة سيترتب عليه أنه ستنفذ في القطاع العام في 2024 وأيضاً ستتنفذ في القطاع الخاص في 2033، وهذه هي إشكالية حقيقية. هذا اللي حدى بجلالة الملك الله يحفظه أنه يقوم بعملية التدخل سريعاً في ظل غياب السلطة التشريعية، لأن تعرفون نحن اليوم في إجازة برلمانية، واستند إلى نص المادة 38 من الدستور البحريني التي أعطتها في حالة الاستعجال وفي حالة الضرورة أن يصدر مثل هذه المراسيم بقانون. يعني النص المادة 38 وهي نصا دستوريا يتيح لجلالة الملك الله يحفظه إذا حدث بين أدوار الانعقاد، يعني بين المجلس الشورى والنواب، أي ضرورة عاجلة ما يجب اتخاذ إجراءات ضرورية يجوز إصدار بها يعني مرسوم بقانون على أن لا تخالف أحكام الدستور. طبعاً الإصلاحات اللي حدثت هذه هي أربع إصلاحات من عشر توصيات جاء بها الخبير. طبعاً جلالة الملك الله يحفظه اتبع التقرير اللي موجود فيه، يعني اللي ما جاء في هذا، ولكن اكتفى بأربعة توصيات، وهذه التوصيات العاجلة يعني ما نقدر نحن نقول إن هي توغل على السلطة التشريعية، لأن السلطة التشريعية عندما تعود سيتم عرض عليها خلال يعني هذا الشهر، فهي أما أن توافق وأما أن ترفض هذه التعديلات، ليس لها إلا هذه الخيارين في هذا الأمر. أما باقي الستة أكيد ستعرض على المجلس حين عودته، ولكن للضرورة الملحة رأى جلالة الملك الله يحفظه أنه يقوم بإصدار فقط والالتزام بأربع يعني إصلاحات وأربع تعديلات جاءت في الخبير في هذا يعني الخبر، فهو ليس هناك خشية من صدورها عن طريق مرسوم بقانون، لأن هذه سندا موجود في الدستور ويطبق في سواء في بين أدوار الانعقاد أو في حالة حتى لا قدر الله حل المجلس أو بداية يعني المجلس وانتهاء مجلس، يعني فصلين تشريعيين يجوز في هذا الأمر. مستمرين معاكم مشاهدين الكرام. طبعا وجود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بين لنا التعاون والمشاركة والعطاء والتضحية، وكل هذه يدل على الشراكة المجتمعية، خصوصا لما شفنا بعض الشخصيات اللي لها باع طويل في العمل التطوعي وهي تشارك وتعلم وتتطوع من أجل البحرين في هذه الظرف الاستثنائي اللي يمر فيه كل العالم. فعلا بسام، المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا أكدوا للجميع أن التطوع فرصة مكنتهم من تسخير كافة إمكانياتهم والعمل الدؤوب اللي يحملونه في أنفسهم اتجاه هذا الوطن الغالي، وأنهم مستعدين يبذلون الغالي والنفيس لأجل البحرين والمحاربة هذه الفيروس. بالتأكيد رجعي، طبعا فريق إعداد مجتمع واعي ما زالوا مستمرين في التواصل مع المتطوعين عشان ينقلون لنا تجاربهم مع التطوع، ومعنا اليوم عبر سكايب المتطوع في إدارة الدفاع المدني عيسى الطيار. مساك الله بالخير أخوي عيسى. في البداية لو تقول لنا شنو اللي خلاك يعني تتطوع في هذه الفترة الاستثنائية؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ومسي عليكم جميعا. السبب اللي خلاني أنا أتطوع في هذه الفترة، طبعا هاي الفترة مثل ما تقولون ان وقت محنة وشدة، وكل واحد لابد انه يكون يعني يكون في يقدم شيء في ذي الوقت. طبعا اللي فيه اشخاص من الصفوف الاولى الله يعطيهم الصحة والعافية، منهم رجال الامن والكوادر الطبية وغيرهم، هذين قاعدين يلبون نداء الوطن من ناحية مهنية واجب عليهم. أما أنا كجزء وكفرد من المجتمع وكمواطن في هذه الأرض، فحبيت أن أنا أحط لي بصمة وحبيت أن أنا أشارك البلد في هذا الوقت.
بما أن أنا لا أنتمي حق الصفوف الأولى، فحبيت التطوع علشان أنا أرد جزء بسيط لهذا الوطن الغالي اللي عطانا فوق الخيال. عيسى، بعد بدنا تخبرنا أكثر عن مهامك في التطوع، وشني كانت الأشياء اللي استفدت منها خلال فترة التطوع؟ مهامي في التطوع، طبعاً أنا في التطوع نظهر في الميادين ونطهر ونرشد الناس ونقدم الإرشادات الصحية وطريقة الاستخدام وطريقة الوقاية من هذا المرض. واللي استفادته يا أخوي وأختي هو عبارة عن أول شيء ثواب من رب العالمين، وفوق هذه يعني تعرفت على ناس كثيرة من مختلف الجنسيات. رب العالمين قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا، وهذا الشيء خلاني أنا أتعرف على ناس كثيرة من مختلف الجنسيات، من المقيمين ومن المواطنين نفسهم. والشيء الثالث يا أخوي، يعني العمل التطوعي مو بكل من يقدر يعطي وكل من يقدر يسوي، عطاني الصبر وعلمني شلون أحس بالآخرين. قبل أنا كنت أفكر بس في نفسي، قبل أفكر في يعني أسعد نفسي وخلاص، أما الحين بعد ما تطوعت خلاني أفكر في الآخرين، خلاني إن أنا أفكر في اللي حواليني شلون أساعدهم، شلون أبتسم، شلون أشاركهم. هذا الأشي اللي خلتني يعني اللي استفاديت منها وعطتني ثقة في نفسي كثيرة. يعني كلام جميل الحقيقة يعني أخوي عيسى. وطبعا في الختام لو تقول لنا كلمة أخيرة حاب توجهها لكل المواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة. نصيحتي حق المواطنين والمقيمين في هذه الفترة بالأخص، فأقول لهم خلكم في بيوتكم، لا تطلعون، أخذوا التعليمات من وزارة الصحة ومن الجهات الرسمية، التزموا بالتعليمات الوقائية والاحترازية، اتركوا التجمعات العائلية. كلنا طبعا ودنا نزور أهلنا، وكلنا ودنا نطلع نشوف ربعنا ونشوف أصحابنا وهاي، ولكن ذي الفترة يعني نمر في ظروف صعبة، ولكن مو بصعبة على حكومتنا الرشيدة. بإذن الله إن شاء الله راح نتخلص من هذا الفيروس، ولكن بعد من ضمن جهود الدولة وجهودنا إحنا كمواطنين أو كمقيمين في هذه الأرض في معادلة، احنا علينا واجبات والحكومة عليها واجبات. فأتمنى منكم في هاي الفترة وبالأخص إجازة العيد الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية، أن تلتزمون في البيوت وتتركون التجمعات العائلية ولا المنتزهات أو هذه الأمور. يعطيك الصحة والعافية، مشكور ما قصرت على هذه المداخلة، المتطوع في إدارة الدفاع المدني عيسى الطيار، شكرا جزيلا لك. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض ما أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2-3 أيام، ليالي وأيام ما يدري عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى.
يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الاشخاص اللي واقفين في الصف الاماميه اللي قاعدين يضحون بحياتهم من اجل حياه الاخرين، يعني الى الشكر والامتنان، والى يعني نخليهم على الراس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي انا احبكم واجد. الوقايه من هذا المرض، الوقايه من هذا المرض هي مسؤوليه اجتماعيه. لو الواحد يحط نفسه في ان الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته، هو انسان عزيز عليه، والده، والدته، اخوه اذا كان عنده بعض الامراض نفس امراض السكري او الربو، الطفل الصغير، لو فكر ان هذا الشخص هو كان انسان قريب اليه بيحس فيه اكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي الى الانحسار، والاستهتار يؤدي الى الانتشار. التزم بمسؤولية. مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام، واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكراً رقية. بالتأكيد راح نستعرض معكم آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 30 يوليو 2020، وهي الحقيقة أرقام تبعث على التفاعل. أجرت مملكة البحرين لحد هذه اللحظة أكثر من 817,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بفيروس كورونا على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم 3245 حالة، والحالات المستقرة منها يبلغ ولله الحمد 3206 حالات، فيما يبقى 39 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات التي يعني تتلقى العلاج حتى اليوم تبلغ 64 حالة، أما المتعافون فيبلغون 36,920 متعافي، أما الوفيات 146 وفية إلى حد هذه اللحظة، ونسأل لهم طبعا الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 390 حالة جديدة بفيروس كورونا، ومنها 224 حالة لعمالة وافدة، و164 حالة لمخالطين، وحالتين قادمتين من الخارج، وتسجيل حالتي وفاة وتعافي 389 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم، وهذه كل اللي عندي، وعودة لك أرجعي. شكراً لك بسام، يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها، وديم علينا دائماً يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، الجهود اللي بذلتها مملكة البحرين في سبيل صحة المجتمع وسلامته ورخائه وعدم تأثره بتداعيات فيروس كورونا جهود كبيرة، وجاءت لتثبت أن المواطن أولوية لدى الحكومة الموقرة في كل الرؤى والاستراتيجيات والمشاريع والتحديات كذلك. بالفعل بسام، يعني خلال هذه الفترة أثبت أبناء البحرين بعطائهم وتطوعهم ووعيهم ودورهم الكبير طبعا اللي سووه خلال هذه الفترة، والمكمل لجهود كوادرنا في الصفوف الأمامية وكل اللي علينا اليوم نحن نواصل بعزم التزامنا.
وخصوصا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. نبي فرحتنا بالعيد تستمر وتتواصل بفرحتنا بصحتنا وسلامة أهلنا ومجتمعنا. بالتأكيد يعني نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الالتزام من الجميع إن شاء الله باكر في يعني عيد الأضحى المبارك. وإحنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نلتقيكم إن شاء الله في حلقات خاصة من برنامجكم مجتمع واعي ابتداء من يوم الاثنين، وبنكون معاكم أنا ورقية بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير، مع السلامة.